الاكسرسايز نمبر 6 معناها هذا الانتجرال اللي اسمه اي ام. بدنا نشوف الاي ام قديش بيساوي معنا. طيب بما انه عندي هون ساين باور ام وكوساين باور ام فوق بس عندي ساين باور ام، فاذا نحن رح نيجي نعرف شيء اسمه كي ام من فوق عندنا الكوساين ام اكس. شو رح نيجي نعمل؟ رح نيجي نقول اذا جمعتنا اثنيناتهم مع بعض رح يعطيني بس الانتجرال للهون between 0 and pi over 2 يلي جوابها هو pi over 2. بس للاي ام لوحدها بعرف طلعها وللكي ام لوحدها بعرف طلعها. شو رح نعمل هلا؟ اللي رح نعمله هلا هو انه شوف الاي ام هذا اخده شو بيربط لي هون، مين بيوديني لهون؟ اذا جينا عملنا تشانج اوف فاريبل بدل اكس حطيت باي اوفر 2 ماينس تي، يعني بدل دي اكس راح حط ماينس دي تي، حطوا كل شيء بقيمته. هيدي شو بتعطيني؟ هاي راح تعطيني كوساين، لانه انتم بتعرفوا انه الساين الباي اوفر 2 ماينس اكس هي ذاتها كوساين اكس، اذا كان عليها باور بدل عليها باور. هيدي بتتحول لكوساين وهيدي بتتحول لساين، يعني هو مين؟ الكي ام. معناتها صار عندي الاي ام شو بيساوي معنا؟ بيساوي معنا الكي ام. انا معي هون لكن اي ام بلس كي ام رح يعطيني هو 2 اي ام يلي هو باي اوفر 2، معناتها الاي ام لوحدها هي قديش؟ هي باي اوفر 4. هيك بنكون طلعنا الاي ام يلي هي ذاتها بتساوي الكي ام. هلا ببعد لنا بقلنا بنطلع له هيدي اللي هون. طيب هيدي كيف نربطها بالساين وكوساين؟ بتعرفوا كلكم سوا انه التانجنت فيني شيلها حبه ديلها ساين وكوساين، برجع بعمل سيم دينومينيتور، فاذا هيدي رح تنضرب معي بكوساين وبرجع هاي بطلع على فوق. هلا صرنا كانه هذا شكله كي 4، يعني شو هو الانتجرال لإله؟ باي اوفر 4. الاكسرسايز نمبر 7، اذا رح تلاحظوا بالاكسرسايز نمبر 7 معنا كل هدول بدنا نيجي نعمل الانتجرال لإلهم. هن الانتجرال كثير بيشبه التشابتر 1 هون، بس بدنا ننتبه على الباوندريز اللي معنا هون 0 والباي اوفر 4 كلهم سوا. طيب رح نبدا باول وحده. اول وحده معنا هي باللي هون، قلنا مجرد ما شفتوا ساين وكوساين نفس ال الدجري عندنا في بيناتهم بلس، شو راح تعملوا؟ راح تيجوا تاخدوا كوساين اكس من تحت كمان فاكتور، هي بضل منا ساين اكس على كوساين اكس، وهيدي بضل منا بس بلس 1. من فوق عندي كوساين اكس مضروبه ب 1 بلس تانجنت باور 2 للاكس، تروح هي مع هي، هيدي صار فيني شيلها وحد بدالها مين؟ تانجنت اكس. فشو صرت؟ صرت بهي على هي. طلعوا لي شو الديريفاتيف لتحت؟ اذا عملت لهم البرايم شو راح يعطيني؟ راح يعطيني 1 بلس تانجنت باور 2 اكس دي اكس. يعني معناتها هيدا الانتجرال كانه شكله شو؟ كانه شكله دي يو على يو، يلي رح يعطيني اللين لليو، يعني رح يعطيني اللين لل1 بلس تانجنت اكس، وبننسى نيجي نحطهم هلا بين 0 اند باي اوفر 4 ونطلع الجواب. الاكسرسايز نمبر 2، شو بيقول لنا بالاكسرسايز نمبر 2؟ معنى هيدا الانتجرال، سوري بالبارت 2، معنى هيدا هون اذا متذكرين من قبل ما رح نقدر نطبق البيوش رول، ولا وحده رح تزبط. اللي رح تزبط انه تي ايكول لتانجنت اكس اوفر 2، ونحن رح نكون حافظين انه بدل هاي بنحط هاي وبدل الكوساين رح نحط هاي، بنظبطهم كلهم سوا رح نوصل لهيدا الشكل. طلعوا ال 2 لبرا صار عندي الانتجرال للدي تي على 3 بلس تي باور 2، مظبوط؟ هيك صار عندي. اوكي بس هون بدنا ننتبه لشغله كمان قبل، اوكي خلينا نكملها وشوفكم شو بدنا ننتبه. نيجي لهون، هيدي كانه شكلها هيدي كأنها هي h power 2، فشو بيعطيني الانتجرال؟ 1 على راديكال h، يعني على راديكال 3. الارك تانجنت كمين للتي على راديكال 3. طيب هيدا هو الانتجرال لإلها، بس بدنا ننتبه هون كانت معي ها 0 باي اوفر 2 تحولت ل 0 1. ليش؟ لانه يعني انا عندي التي هي عباره عن تانجنت اكس اوفر 2، فبيجي بقول اذا كانت الاكس 0 معناتها التي هي التانجنت، حطوا بدل الاكس 0 لل 0 يلي هي قديش؟ 0. واذا كانت الاكس ايكوال لباي اوفر 2 معناتها التي رح تصير معي ها تانجنت للباي اوفر 2 اس على 2، يعني هي التانجنت للباي اوفر 4 يلي هي قديش؟ 1. مشان هيك تحولوا معنا من الزيرو لعند ال 1. هلا صار فيني هون شو اعمل؟ اعمل انتجرال. اوكي عملنا للانتجرال بس ببدلهم بعدين ب 0 اند 1. بالبارت 3 شو عندي بالبارت 3؟ بالبارت 3 عندي هيدي اللي هون بتقول لي اوكي بدنا نيجي. اوكي اول وحده هاي نحن بنعرف كلنا سوا فيني حط بدالها ساين 2x على مين؟ على 2. اوكي وبرجع باخذ نفس الدينومينيتور فرح يعطيني هون 2، فرح يكون فيها غلطه هون 2 بلس هيدي ومطلع 2 لفوق. طيب كيف بدنا نيجي نعمل نفس الشيء؟ اول شغله رح نيجي نعملها رح نيجي ناخذ تي هي 2x، تي تي رح تعطيني 2 دي اكس، فرح نحصل هون كمان بس رح يكون عندي مين؟ رح يكون عندي 2. اوكي فاذا ليك اذا كانت الاكس ايكوال لزيرو معناتها التي بتعطيني زيرو، اذا كانت الاكس ايكوال لباي اوفر 2 عندي التي هي 2x يعني هي 2 باي اوفر 2 يلي هي باي، فبدلناها هون
هون بس بدنا ننتبه في عندي تو هيدي اللي هون كمان بدنا نطبق البيوش رول. فاذا هون بطلنا فينا نستخدم الشابتر 1 اكزرسايز 10 البارت 13 لانه هون بطلت 1 شو معيها معيها 2. مجرد ما صار معيها 2 فينا نطبق شو فينا نطبق ناخذ نفس التشانج نفس السبستيتيوشن ناخذها هون. او فينا كمان نحط مثلا بدل التي نحط بدل التي نيجي نحط بدالها باي اوفر 2 ماينس اكس. اوكي فبصير معي انا الساين للباي اوفر 2 ماينس تي يلي هي قديش كوساين تي، فبترجع بتطلع بتصير بتشبه هيدي اللي هون. اوكي بس بدنا ننتبه للباوندريز شو بدنا نيجي ناخذها، هيدي هي شغلتها هون. ونكمل بصير بس بعدين عملية كالكوليشن. وشغلة واحدة كمان تنتبهوا عليها انه هون رح يطلع لكم مثلا الارك تانجنت لمين؟ الارك تانجنت للانفينيتي. طيب بتعرفوا انتو انا اللي بدي طلع الارك تانجنت لشي اكس هي مين؟ بجي بقول انا ساين على كوساين ستة ستة مين هو اكس صح؟ فاذا انا هون الاكس اللي عندي هي انفينيتي ساين ستة وستة. فاذا اي متى الساين على كوساين بتعطيني انفينيتي؟ لما الكوساين شو بتكون معيها زيرو، يعني لما الستة هي قديش؟ هي باي اوفر 2. فبنحفظ نحن لان على الكالكوليتر ما بتعطينا اياها انه الارك تانجنت للبلس انفينيتي هي باي اوفر 2، اما الارك تانجنت للماينس باي سوري للماينس انفينيتي هي ماينس باي اوفر 2. البارت اللي بعد منها اوكي هون رح نشرحها هيك على السريع، هي مبدئيا شوي زنخه. بدنا هيدا الانتجرال، اول شيء رح نيجي نفترض هيدي اللي جوا هي اف اوف اكس، رح نيجي نقول انها هي ما عياها كونتينوس على 0 باي، وبدنا نيجي نجيب الاف للباي اوفر 2 ماينس اكس. اذا جيت وجبتوها لهي رح تعطيكم هيدي، اذا جبتوا الاف للباي اوفر 2 بلس اكس رح تعطيكم هي بس في قدامها ماينس. يعني بمعنى تاني اذا عندي هون فرضا هيدي الباي اوفر 2 اوكي هون رح نصير نحن فرضا باي اوفر 2 ماينس اكس، وهون مثلا باي اوفر 2 بلس اكس. فاذا الاف لهي بتساوي ماينس الاف لهونيك، معناتها رح يصير النقطه اوكي خلينا نيجي نحطها هون باي اوفر 2، هيدي هي الباي اوفر 2 معناتها ها هي الباي اوفر 2 ماينس اكس، وها هي الباي اوفر 2 بلس اكس. اوكي هذا اللي رح يطلع معنا. اوكي شو طلع معي؟ طلع معي انه اذا كانت الاف هيدي هون الاف تاعيتها رح تعطيني الماينس لإلها، يعني تحت. يعني شو صارت هيدي النقطه؟ هيدي النقطة صارت معي اياها اوكي ليك هون حاطينها عند الزيرو. تعالوا نرسمه هيك، ما رح نرسمه مثل ما انا رسمته. فاذا هذا الاكسس رح شيله لان الباي اوفر 2 مش موجودة عند الزيرو. فاذا هيك اللي رح يصير معي انه انا هيدا اللي هون رح يصير معي هو كيف كنا نيجي نقول هو سيمتري بالنسبة لهدول التنتين. فاذا شو رح يعطيني؟ رح يعطيني انه الانتجرال لفوق رح يساوي ماينس الانتجرال لتحت. اوكي فاذا فيني طلع اول وحده منهم تعطيني ماينس الثاني اللي هون. طيب مجرد ما قلنا هيك صرت بعرف انه هيدي بتساوي ماينس هاي، انا هون معيها من الزيرو للباي، من الزيرو للباي فاذا هي الانتجرال من الزيرو للباي اوفر 2 وبلس الانتجرال ليكو. اذا جينا قسمناها وين ما نقسمها اوكي هيدي رح تساوي ماينس هاي، معناتها اذا جيت قربتهم رح يعطيني زيرو. وهذا تقريبا بيكون خلص معنا انه الانتجرال لإله هو زيرو. بالبارت 5 بس شو عندي بالبارت 5؟ عندنا رول، هيدي نحن حافظين الرول تاعيتها يلي بتعطيني اللين للاكس بلس هذيك لل1 بلس اكس باور 2، ببدلهم بال0 1. يعني اول مره رح تعطيني اللين لل1 بلس هذيك لل1 بلس 1 باور 2 ماينس اللين لل0 بلس هذيك لل1 بلس 0، هيدي هي اللين لل1 بلس راديكال 2. اما ها رح تعطيني ماينس اللين لل1 واللين لل1 معيها 0. نوصل للبارت 6. البارت 6 شو رح نعمل؟ ما رح نشتغلها مثل رح نشتغلها مثل ما انا رح نعلمكم. تتذكروا لما اخذنا اذا عندي a باور 2 ماينس x باور 2 الا نيجي بناخذ الاكس هي عباره عن a ساين 6، يعني هون ال a شو عندي اياها؟ هي راديكال لل2 ساين 6. معناتها انا بدل 2 ماينس اكس باور 2 رح اجي حط بدالها 2 ماينس ارفعها باور 2 2 ماينس ساين باور 2 6. خدوا 2 كومن فاكتور بدل معي هاي يلي هي 2 كوساين باور 2 6. حطوا لها راديكال وحطوا لها راديكال وراديكال وراديكال رح تعطيكم راديكال لل 2 للكوساين 6. طيب معناتها اذا الاكس هي راديكال لل 2 ساين 6 بدل الدي اكس شو راحت؟ راحت راديكال لل 2 كوساين 6. فإذا نيجي على الانتجرال اي رح نيجي نقول هو الانتجرال بدل هيدا الراديكال رح احط
راديكال لتو كوساين 6، وبدل الدي اكس كمان راح احط اوكي، هون ما ننسى دي 6، كمان راح احط راديكال لتو كوساين 6 دي 6. طيب هون شو راح اجي احط هون؟ اللي رح نيجي نحطه هون، رح نيجي نقول اذا كانت الاكس ايكوال لزيرو معناتها ساين 6 هي راح تعطيني 0 على راديكال 2، صح؟ معناها ساين 6 هي اكس على راديكال 2 يعني هي 0. يعني 6 قديش بتساوي الساين لمين؟ هو 0 للزيرو. طيب اذا كانت الاكس معي اياها راديكال 2 معناتها الساين 6 راح تعطيني هي راديكال 2 على راديكال 2 يعني هي 1. يعني 6 لوحدها هي قديش؟ هي باي اوفر 2. فاذا هون صرنا بنعرف نحن انه راح نيجي نحط فوق ماينس باي اوفر 2 وتحت راح نحط سوري بلس، هيدي راح احط بدالها باي اوفر 2، هيدي راح احط بدالها 0. ونطلع راديكال 2 ضرب الراديكال 2 لبرا بدل ما من 0 للباي اوفر 2 للكوساين باور 2 6 دي 6. تتذكروا لما نيجي نعمل انتجرال هي بنحط بدالها 1 ما 1 بلس كوساين 2 6 اوفر 2، راح تروح هيدي مع هاي، راح يضل معي الانتجرال ل 6 بلس 1 اوفر 2 ساين 2 6 between 0 and pi over 2، وبتطلعوا جوابها. وهو هون جوابها طالع معكم هون اكزاكتلي مثل ما اشتغلنا من شوي، بيطلع معنا الجواب اللي نحن بدنا اياه.